هاني. ايوه الرصاصه لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش لما نوصل بالسلامه تبقى ترجعها له. ايه ده؟ معلش. ايه ده؟ في ايه؟ مين دول؟ انت يا عم يا اللي منور العالي. ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه؟ ما تطوليش بقى فيها. نور. لا ايه السواقه الزفت اللي انت بتسوقها دي؟ انا مش خايف على العربيه؟ السكك كلها مطبطه وانت عمال بتجري، مش خايف مسمار يخش فرد الكاوتش يبوظها؟ انت عارف التيل بتاع العجله بكام دلوقتي؟ ابو الدهب بيه، سيبك من التيل، خليك تقيل، المهم العقد. خلاص خلاص. ايه يا بنات؟ انا مش سابع مؤاخذه، قلت لكم لما تعوزوا حاجه تقولوا لي، ولا لازم اقرص لكم ودنكم؟ ولا انا اتكلم ولا حتى انت لم تنادي؟ الله الله الله، ده الموضوع عائلي بقى وطلعتوا قرايب في بعضيكوا. طب اتكل انا بقى على الله، الحق اخد خالتي افسحها شويه وارجع لكم تاني. سلام عليكم. استنى يا فتحي، احنا مش متفقين اوصلك ولا ايه؟ استنى هاجي معاك يا فتحي، استنى عشان ما تتوهيش. اه ده انا. تعالى هنا. ايوه تعالى. ايه ده؟ هو انتوا تعرفوا بعض؟ دي تاني مره نشوفهم مع بعض، ديفينتلي يعرفوا بعض. فين العقد؟ عقد ايه؟ العقد اللي مؤاخذة سارقينه دلوقتي من المتحف. احنا ما سرقناش حاجة، احنا كنا بنتعشى. والله وايه اللي على كتفك ده؟ ده كاتشب بس بيحرق قوي. اه ما انت عشان طلبته سبايس قلت لك بلاش السبايس. بقول لكم ايه، احنا في منطقة لبش والحكومة دلوقتي بتدور على اللي سرقوا المتحف، يعني ممكن تطب علينا في اي لحظة. اخلصوا ولخصوا بقى وطلعوا العقد. حضرتك احنا مش فاهمين بتتكلم عن ايه. ضحي طلع حقيقي ولا خرس بقى؟ لا طلع حقيقي طبعا. انت يا زفت يا ضحي. انت ده ايوه يا ابو الدهب بيه. الوقت احنا عايزين العقد وهما مش عايزين يدونا العقد. اه نعمل معاهم ايه؟ نعمل معاهم ايه؟ انت مسألني؟ ما ناخد العقد بالعافيه. ايوه ناخد العقد بالعافيه، اللي معاه العقد يطلعه ولا فرغ المسدس ده كله بنفوخه. انا ما حدش يضربني بالنار تاني، هو انا واقف على العربيه بوم؟ خلاص يا هاني اديهم العقد. ومعاك انت؟ العقد بسرعة. حاضر بسرعة. ثانية واحدة. هو ده يا جماعة العقد اللي انتوا عاملين عليه الحوار ده؟ هو ده. طيب مش تقولوا كده من الأول؟ اعملوا لي غسيل معدة بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ وقعه. الواد ده عبيط ولا متخلف ولا ايه؟ هات مني العقد يا ضحى. هات العقد بقول لك. مش قادرين تسرقوا خاتم. العقد يا أبو الدهب. طب يا بنات، المؤاخذة أنا كانت مشكلتي مش معاكم أنتم، المؤاخذة كانت مع جدوك الله يرحمه بقى، وأنا خلاص حط حقي. بالسلامة أنتم. يلا يا ضحي. اتفضل يا أبو الدهب بيه. أحسن يا موزي. سلام. أحسن بتبلع العقد؟ تفكر نفسك إسماعيل ياسين؟ أيوة يا عم أنا بيبلع الحاجات. أنت كويس؟ أه شفت حاجة كده يا شوشو؟ لا مفيش حاجة. طب على فكرة يا أنكل عم ذهب، العقد فقش اصلا. اوكي ما تجمد بقى يا عم سيف. في ايه؟ ما احنا ياما اتضربنا بالنار وبالسيوف وبالكرابيك كمان، ما عملناش زيك كده. ده وانا صغير لما ابويا كان بيعاقبني كان بيلسعني بالمكوه في وشي. ليه انت ابوك كان ياجوج وماجوج؟ لا بس كان بيعلمني. هاني ايوه خد الجواب ده، ادي لبابا وماما في السعودية. ايه ده؟ انت سعودي يا سيف؟ شبيه الريح شبيه الريح. يا عم سيف ايه؟ فيش ولا كلمة باينة، الجواب كله دم. كتبته بدمي. ايوه تمام، هنعمل ايه دلوقتي يعني؟ نكتبه تاني. نكتبه تاني؟ اكتب عندك يا هاني. قول. ابي الحبيب ام الغالية اصيل. ابكي انزف واموت وتعيشي ضحكة مصر. لا وحياة خالتك، انت ما اتضربتش بالنار وانت بتحرس الحدود، انت اتضربت بالنار وانت بتسرق متحف. ما تقولش بتسرق، انت اللي خليتني اعمل كده، انا ما كنتش عايز. انت حرامي. ما تفكرنيش يا هاني. انت حرامي وده مصير كل خير. قلت لي روح، انا ما كنتش عايز اروح. ايه يا واد قاعد بتنكب فيك ليه؟ قوم من هنا. بيخطرف من الرصاصة. معلش يا حبيبي،
استحمل شوي، انا هطهرها لك وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ايه ده يا خالتي، هو انت ليكي في التمريض؟ ايوه، وعندي كمان الطاقه. انت كمان خريجه التمريض؟ لا، كنت جايباها عشان شهر العسل. النبي انت اللي عافيه. طب يا فالح، هات السكينه دي من جنب. هتجيب السكينه ليه؟ هتعملي بالسكينه ايه؟ خش شك الدبوس. شك الدبوس؟ لا، انت هتغزوني بالسكينه وتعملي الطلقه كده وتنط في الميه، صح؟ وانا متبت شن. ايه الفيلم الانجي اللي انت عامله ده؟ ده انا جايباها عشان اقطع بيها الشاش. سيف عامل ايه يا صباح؟ الحمد لله يا حبيبتي جات سليم. انا هطهر له الجرح بشويه كولونيا وان شاء الله هيبقى زي القرد. كولونيا؟ لا، كولونيا بتحرق، بنشطشط لي الجرح. معلش يا سيف، استحمل كل ده عشان مصلحتك، وبعدين انا جنبك. هاتيلي الصينيه دي من وراك. نيلي خليكي جنبي، ما تسيبنيش. كلنا جنبك يا سيف، ما تخافش. بص احنا هنعمل ايه، هنعد من 1 2 3 وبعدين نحط الكولونيا على طول. خلاص ماشي، هنعد 1 2 3 عشان خاطرك هعمل كده. صدقني مش هتوجعك ولا تحرقك ولا اي حاجه. يلا يا صباح. طب استني اغمض عين. غمض. يلا نعد 1 2. ايه يا واد، في ايه زرعتني؟ انتوا خمامين كلكم، انتوا كذابين، كذابه. عشان قلت لها تعدوا 1 2 3، عديت 1 2 بس ورشيتوا. انت خمامه يا خالتي صباح، خمامه. يعني لو كنا عدينا لثلاثه ما كانتش هتحرقك؟ يلا يا هاني نشوف شريهان. سلامتك يا سيف. سلامتك، سلامتك سيف. وريني الجرح كده. اقبل. مالك يا واد عامل كده ليه؟ بتحرق قوي، مشتشتة قوي. انا مش قصدي على الطلقه يا خفيف، انا قصدي مالك مبهدل نفسك قدام البت نيلي كده وسايب حالك ومحتالك ليه؟ مفيش، مش صديقه، صديقه وبسعاده. انت بتسرح بيا يا ولا؟ فاكرني تلميذه بتشتغلني؟ خدت رصاصه في كتفك عشان صديقه؟ امال ايه؟ انت بتحب نيلي يا ولا؟ انا ما بحبش اتكلم في الحاجات ديت، انا ماليش في الحاجات دي، انا مركز في دراستي وابحاثي، لكن انا ماليش في الحب والحاجات دي. مالكش في الحب؟ انت فيك حاجه يا ولا؟ فيا ايه؟ لا بقول لك ايه؟ خلت صباحنا كويس وزي الفل وكده. طيب ما دام انت كده بقى، انا هقول لك الكلمتين اللي فيهم الخلاصه. قولي. البت نيلي دي قويه ومستقويه ومناخيرها في السما، بس كل ده على الفاضي. عامله زي الفرسه الجامحه وعايزه الخيال اللي يحكمها. ايوه، يعني اخد كورسات ركوب خيل في نزلة السمان يعني، ولا اعمل ايه؟ لا يا روح امك، عايزاك تمسك نفسك كده وتشد روحك، ما تبقاش يعني لا مؤاخذه كده. لا مؤاخذه ايه؟ خل صباح لا مؤاخذه، قلت لك انا كويس وزي الفل وكده، انا كده. طب كويس يا اخويا انك كده. طب بقى لا مؤاخذه، اتكل انا على الله واسيبك تستريح وتفكر لك شويه. خالت صباح دي طلعت صيعة صيعة. ايه شريهان، انت لسه متضايقة؟ ولا متضايقة ولا حاجة. هتضايق على ايه؟ ما حياتنا زي العسل اهي، وعم دهب اخد العقد والفلوس راحت وشكرا. انت ليه مستسلمة كده؟ بقولك كل حاجة راحت يا نيلي. مفيش حاجة راحت. ازاي يعني؟ انا عارفة، انا بقولك ايه، مفيش حاجة راحت خالص. ممكن بليز تديني موبايلك عشان موبايلي قطع شحن؟ موبايلي مع الواد هاني في الحمام بيلعب جيمز. مش عايزه اتخيل اصلا. شوشو، ها هاتيلي كوز ميه عشان الشطافه ضعيفه ومش طايله. لا يا هاني مكسله، قوم بل ما نجيت. انتوا ازاي مقرفين زي بعض كده؟ انا هرجع. شوشو، ها مش لاقي مناديل، بس في فوطه جنبي قابلها. ماشي، بس عينها على جنب عشان محدش يستخدمها. بس قرف يا حيوان، انت مالكش دعوه بالفوط اصلا. انتوا ازاي كده؟ ايه البت الاوفر دي؟ هو هيمسح بيها وشه؟
بص على ايه؟ طلع فالصو. فالصو؟ فالصو ازاي؟ اهو الختم بتاع الفالصو اهو. ازاي ساعاتك؟ ده انا واخده منهم بايدي ومسلمه يدا بيد الايد ساعاتك. بعد الجهد ده كله يا رب يطلع الوقت فالصو. يكونش يبدله الاصلي بواحد فالصو بصنعه لطافه بخفه يد. يا سلام يا سلام على دماغك. وهم مش عرفهم يا غبي ان احنا هنطب عليهم؟ اه صحيح. وبعدين امتى هيلحقوا يطلعوا عليه؟ اه صحيح. انا اللي مجنني انهم عارفين العقد فالصو بيسرقوه ليه؟ اه صحيح. انت مفيش وراك غير اه صحيح اه صحيح. اخرس خالص مش عايز اسمع اه صحيح دي. حاضر سعادتك. شوف مين. الو. ايوه نيلي. عايزين تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع. تعالوا عدوا عليا انا هنا في المكتب. ايه؟ الوقت متأخر؟ اه صحيح. اه طيب بكره. فين؟ في المرسم؟ ماشي في المرسم. سلام. الله على دماغ ساعتك. طب ايه بقى مؤاخذه الموضوع اللي انتوا عايزيني فيه؟ بص يا انكل عم دهب. نعم. عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض. احنا عندنا شوية معلومات واللغز. حضرتك عندك شوية معلومات بلس العقد. فاحنا نزبط الحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده. بس اللي اوله شرط اخره سور. سور ازاي يا بنت؟ اخره نور قصدك يعني؟ لا سور عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور ايه؟ واتيفر يعني. وبعدين؟ اوكي. حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا. ومحدش يجي على حق التاني الا مؤاخذه. طب مؤاخذه يعني انا ايه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجله ونشك ايه الموضوع. انتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لا نشك يعني نشوف ايه الموضوع. ماشي هات العقد يا ضحى. اتفضل يا مالك. اول حاجه لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فوقش اصلا؟ مفيش اي حاجه في الستوري ليها علاقه بالعقد وفوقش عقش والجده بطه احنا ما خدناش بالنا منها. هو مفيش بس استنى اما اتاكد. بس اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير. قالت له ماشي. وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش. ووصل الراجل تاني. الراجل انا جاهز يا جده بطه احضرت النقود معي. الجدة بطة وأنا لا أجد ما أقول لك لقد ضاع العقد فجأة ولم أجده. الرجل أوه إنها خسارة كبيرة لقد وعدت زوجتي أن أهديها هذا العقد الثمين بعد أن أحفر عليها أول حروف من أسمينا ماذا أعطيها الآن فلة وياسمينة. الجدة بطة أنا في قمة الخجل ولا أعرف. العقد محفور عليه حروف وأرقام. آه يا بنت ما هي دي الحروف بتاعت الختم بتاع الفالصو. مغزى ختم فالصو ازاي؟ الحاجات الاصليه بس هي اللي بيكون عليها ختم. مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضاح. انا قلت حاجه؟ انت امبارح مش قلت كده؟ والفالصو له ختم برضه يا احمد؟ لا اخرس خالص. طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده. يا جماعه هي الحروف دي ايه اصلا؟ زاد ب بس مش عارفه اقرا الارقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. وريني طب الاختصار. صاد ايه؟ صاد يا بنتي صاد. صاد به 717. ايوه يا جماعه صاد به ده اختصار لايه؟ يكونش 717 دي صاد به 717 ده نمره العربيه بتاعت جدكم. زمان ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات. اه صحيح. وكان في عربيات ليها ارقام. احمر انت. انا قلت حاجه؟ مش انت قايل كده امبارح؟ اخرس انت خلاص. Why don't you fire him؟ ليه؟ ضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري؟ بربورك صابون بالموليف يكونش صندوق بيرة سمك بوري. لا يا جماعة استنوا استنوا انتوا بتهروا في ايه؟ صاد به اختصار صندوق بريد. اه صحيح صاد به طول عمره صندوق بريد. يكونش صوصن بدر. ما تخلص بقى مع خلاص عرسينا صندوق بريد. انا قلت اكتئل. لا ما تكتئلش يا جماعة. يا جماعة صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوازير عارفه؟ اه شريهان you look very stupid. صندوق بالسين. هي بالسين فعلا؟ اه صحيح. سيبك من عم دهب دي تافهه اساسا. طب واحنا هنوصل ازاي لصندوق البريد ده؟ عادي هنكلم دليل التليفونات. اه صحيح. معلش يا عم دهب تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد. تليفون انا؟ اه
اه شوفي تليفون انا البطاريه فاضل فيها 3 شرط. ما تاخدي التليفون بنت عم كهرباء لك ايه؟ اصيل يا عم ده هاتي انا لي التليفون. حركات رخيصه قوي. خد يا بنتي. الو السلام عليكم. ايوه لو سمحت عايز اعرف عنوان صندوق بعيد 717 ده موجود فين؟ يكون شيء سكر بر. بر ايه؟ ما خلاص يا ابني انا قلت اكتئ. ما تكتئش قول لي صندوق بريد وارسل عليه خلاص. فين مكتب بريد الحلميه الجديده؟ شكرا. السلام عليكم. مكتب بريد الحلميه الجديده. بتهزري؟ هو الحلميه ده مكان بجد مش بس في المسلسل؟ طب بتتعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ مسلسل ايه بس يا بنت؟ خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده. يلا بينا نشوف صندوق البريد ده فين. يكونش صافي نار بترقص. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حاج عايزين نفتح صندوق بعيد 717. 717 717 أيوة صح مظبوط. عندنا أنا عارفة أنه عندكم. إحنا عايزين نفتحه وناخد اللي جواه. راحت فين كوباية الشاي؟ راحت فين؟ تفضل يا حاج الشاي. آه متشكر. العتب على النظر. طب يا حاج عايزين نفتح صندوق 717. هو أي حد عايز يفتح صندوق نفتحهوله كده على طول؟ ده صندوق خاص يعني لازم اللي يفتحه يكون المالك الأصلي بتاعه. طب ما إحنا أصحاب الصندوق يا حاج. أيوة يعني باسم مين فيكم؟ باسم مكاوي أبو الخير. وحضرتك بقى مكاوي أبو الخير؟ حضرتك إيه يا حاج؟ أنت مش سامع صوتي. أنا أنثى يا حاج. لا مؤاخذة يا بنتي العتب على النظر. هو فين بقى الأستاذ مكاوي؟ الأستاذ مكاوي عقبال عندك مات الله يرحمه ودول أحفاده. أيوة وحضرتك بقى مين؟ أنا حرم المرحوم أنا جدتهم. معاكوا إعلام وراثة؟ لا معانا بطاقات. بطاقات؟ ما ينفعش بطاقات، لازم إعلام وراثة. إعلام وراثة إيه بس يا حاج؟ بيقولوا لك معاهم بطايق تثبت إن هم أحفاد مكاوي. نيلي وشريهان أحفاد مكاوي. أنت قلت لي مين؟ نيلي وشريهان أحفاد مكاوي. نيلي وشريهان؟ نيلي وشريهان؟ أيوه نيلي. والله العظيم من ساعة ما دخلوا عليا وأنا عمال أسبح عليهم وأقول أنا شفتهم فين. نيلي وشريهان؟ لا مش ممكن مش ممكن. بس انا اول مره اعرف ان نيلي وشريهان قرايب. لا حضرتك ما هو شفت بقى يا حاج؟ شفت بقى الدنيا ضيقه ازاي وصغيره ازاي؟ نيلي وشريهان وجولك اهم مع بعضهم وانت عمال تقول لهم اعلام وراثه وادوني بطايق واثبات شخصيه. ده كلام؟ بطايق ايه واثبات شخصيه ايه؟ ده هم نفسهم وشهم بطاقه. ربنا يخليك يا حاج ربنا يكرمك. ها هنفتح الصندوق بقى ولا ايه؟ طبعا ده انا افتح لكم الدنيا كلها صندوق. بس انا ليا طلب رفيع عندكم قد كده. انت تؤمر يا عم طلب رفيع ولا تخين؟ اؤمر. نيلي وشريهان بقى وزمن الفن الجميل بقى والحاجات الحلوه الاستعراضات والاغاني بتاعت زمان الحلوه دي الفوازير دي نسمع منها بقى حاجه. طبعا طبعا. ما انت فاهم ايه لازم شويه كده. الراجل الطيب ده هيفتح لنا الصندوق. مش هينفع يا عم ده. نسمعه اي حاجه عشان نفتح الصندوق. اي حاجه. وحد مش حافظ حاجه لشريهان؟ نيلي يلا يا نيلي يلا يا شريهان. حياتكم بتاعت زمان دي. اه ركز بقى يا حاج واتفرج بقى. شوف بقى. ربنا يسامحك يا جدو. كله عشان خاطر الفلوس. سوري يا فنانه نيلي. اسفه استاذه شرهان. سيادتك ام العريس. طبعا ام العريس ام العريس. صك 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 على الموضوع. لو لو قلت هاخدك فوق. صك بوم عك تعك ما زق كش فكرك ممنوع تقول ممنوع. ناو صك عالموضوع. بدي واحد اتنين تلاتة بقى. بارارام بام بيرم بارا بام بام بارام بارا بام بام بيرم بارا بيرم باريري با بارارارارا. موضوع. الله ايه الجمال ده؟ ايه العظمه دي كلها؟ بصراحه والله 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 انتوا انستونا. امال ايه انستونا؟ امال ايه انستونا؟ اتفضلوا 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 يا جماعه. منورينا والله ومكترينا. 717 خلاص يا حاج شفناها. تعالى تعالى انت. شكرا. اتوكل انت على الله بقى. بالمناسبه الجميله دي بقى يعني نسمع حاجه كده؟ لا خلاص بقى لو سمحت. معلش هم تعبانين دلوقتي. انا بعدين هاجي لك على رواقه كده واجيب لك عم محمود شكوك. بجد والله؟ ده وعد؟ وعد. اتفضلوا. شكرا. عيشوا بقى. سلام عليكم. الف سلام. سلام سلام.
ستاند راحة فين؟ هات المفتاح. خلي معاك. اتفضل. 717 ايه يا بنت في ايه؟ بقالك ساعة ما قاعد انا جنبك ومتنحة في البتاعة دي، ما تقولي لنا حاجة. ما حضرتك انا مش فاهمة حاجة في المتاهة دي. طب ما تدوري في حاجة تانية غير المتاهة دي. مش هينفع، ما هو ما فيش أي حاجة مفهومة في الكلمات المتقاطعة غير إن الحل في المتاهة، وأنا عمالة أحل في أم المتاهة دي. والله ما في متاهة غير اللي احنا فيها. طب وهي المتاهة دي عايزة إيه لا مؤاخذة؟ إزاي نوصل محظوظ للعربية؟ طيب، يعني إيه مش فاهم برضه؟ ما حضرتك انا كمان مش فاهمه، ما هو ده اللي بقوله من الصبح. لو كنت فاهمه ما انا كنت قلت. طيب واضح ان احنا مش هنوصل لحاجه النهارده، فانا بقول هناخد المجله نروح بيها ونقعد نفكر كده براحتنا، ولو وصلنا لحاجه نقول لحضرتك. ده اللي هو عند مين؟ الساعه كام يعني؟ مؤاخذه المجله دي هتفضل هنا في الحفظ والصول. لو حبيتوا تحلوا اللغز تعالوا لي، ده مكتبكم برضه. ايه ده؟ انا افتكرت حاجه مهمه قوي. ممكن تديني المجله ثانيه؟ ثانيه بليز. حاجه مهمه جدا. فهمتي حاجه؟ لا ما فهمتش برضو. طيب انتوا تروحوا كده تفوقوا نفسيكوا وتشطفوا كده وتروقوا، ولو لقيتوا نفسكوا قادرين تفهموا وعايزين تحلوا اللغز تعالوا لي، ولو لقيتوا المكتب مقفول كلموني وانا اخلي حد يفتحه لكم. اوكي ثانك يو. باي باي. باي باي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ده الراجل ده حويط قوي من ساعة ما حط مناخيره في الموضوع، وهو عامل زي القرادة مش هيطلع إلا بالدم. سيبك منه. سيبني منه إزاي بس؟ ده معاه المجلة وإحنا معانا المتاهة. متاهة؟ معانا المتاهة إزاي يعني؟ فاكرة لما قلت له هات هات المجلة بسرعة عايز أشوف حاجة؟ فاكرة. خدت المجلة وعملت نفسي كأني بفكر في حاجة ورحت صورتها. برافو. وريني يا بنت اللذينة. هي مناخيرك فيها حاجة يا نيلي؟ مناخيري؟ لا. من هنا كده بصي. صورتي نفسك سيلفي بالوش. ازاي عملت كده؟ الكاميرا كانت معمولة على السيلفي. خبية. هنعمل ايه؟ نروح عند عم بندق يمكن نفهم منه اي حاجة. ماشي يلا. ازاي عملت كده؟ تعمليه بين داري كده ولا داري كده ولا داري كده يا وسطي. بين داري كده ولا داري كده ولا داري. ما تخلص بقى يا عم بندق، مش ممكن يعني. بصوا انا اصلي لازم احرق كده كام كالوري عشان الكرش ده يمشي. طب هو عشان تحرق الكالوريز دي تحرق دمنا؟ احنا عايزينك في حاجه مهمه. ما انا ما قلتش افهم منكم حاجه، بتتكلموا كلام بتتوهوني بيه. ماشي هفهمك تاني. دلوقتي الكلمات المتقاطعه بتقول ان الحل في المتاهه، والمتاهه فيها محظوظ مش عارف يوصل لعربيته. فهمت حاجه من الحوار ده؟ صراحه لا. طب هنعمل ايه احنا دلوقتي حضرتك؟ خلاص ما عندناش حل غير ان احنا نروح زياره لبابي في السجن ونساله. هتسالوه ليه؟ الله ما تساله محظوظ. محظوظ مين؟ محروفه اللي هو محفوظ. هو جده كان يعرف واحد اسمه محفوظ او محظوظ؟ ده كان حبيب جدك الروح بالروح، كان اسمه محفوظ، بس هو بقى كان بينده له يقول له يا محظوظ يا محظوظ، طلعت عليه محظوظ.